اليوم في ظل الفاجعة الآليم اللي مر بأسرة مولودية المبيض، وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بروحه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. بالنسبة للعودة إلى التدريب، نعرفوا في ظل الأجواء كما يقول لك الصعبة، اليوم العامل النفسي راه مهم جدا بالنسبة للاعبين هذو، حتى هما اللاعبين هذو تأثروا بهذه الحادث الأليم. اليوم رانا نحضروا كما يقول لك في جدية، ونستناو كما يقول لك الأمور تمر بخير في سفريات صعبة اللي رانا رايحين نخجلها باش نأدوا مقابلة اللي مهمة جدا بالنسبة لنا، وكذلك مهمة جدا بالنسبة للاعبين. إن شاء الله نحققوا نتيجة إيجابية. أول حاجة نترحموا على الصديق تاعنا والأخ زكريا بوزياني والمساعد المدرب، إن شاء الله ربي يرحمهم ويكونوا من أهل الجنة إن شاء الله. كما كنت تشوفوا تحضيرات ماتش يكونوا خاصة ولا نحضروا كباقي المباريات، وإن إن شاء الله نكملوا في الديناميك تاعنا، إن شاء الله نروحوا لخنشله باش نحققوا نتيجة إيجابية، ومن لازم علينا نولوا بنتيجة إيجابية في هذه المباراة. لا تسمح لنا نكملوا بلي ماتش اللي قعدونا، باسكو ما يخفالكش مجينا لي ماتش صعاب أمام اتحاد العاصمة والآخر، إن شاء الله نجيبوا أمبر ريزولتا اللي يسمح لنا نكملوا هذه الماتش بأريحية إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا من أهل الجنة وربي يغفرلهم إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي ربي يشفي المصابين وخوتنا المصابين إن شاء الله يكونوا بخير. إن شاء الله يا ربي يكون معاهم إن شاء الله. فهم كل يوم ماتش خنشلة رانا نحضروا المباراة إن شاء الله باش نحققوا نتيجة إيجابية. الحمد لله رانا والمصابين واللي قابلوا. الحمد لله إن شاء الله نروحوا بقوة ونجيبوا 3 نقاط إن شاء الله.